تحت عنوان ابدأ، أقامت منظمة UNDP بالتعاون مع مطرانية السوريان الكاثوليك معرضاً لإنتاج عدد من المبادرات العاملة في مدينة الحسكة. أكبر رسالة نوجهها للحسكة أنه بالحسكة صار عندنا هلأ منظمات ومشاريع تعمل تخدم البلد بخدمة الأهالي البلد بالذات. فمثلاً الأمور كلها اللي شفناها من أكل لهون الأشياء اللي معمولة من كل هاي، يعني هاي حاجاتنا هي ونحن عم نعملها لحالنا، والناس اللي عم تشتغل المشاريع تربح حياتها وبعدين أرخص من السوق بمئة مرة. هذا عمل يعني تدريب مهن حرفية، تسع مهن حرفية، وكل مهنة من 10 أشخاص متدربين. والشيء الأحلى هو أنه بعد انتهاء الدورة تأمين المواد الأولية لهؤلاء المتدربين ليشقوا طريقهم. فكرة UNDP أنه يكفينا الاعتماد على السلات الغذائية بشكلها، أنه المتدرب ينتج ويبيع ويعيل أسرة، ومثل ما يقولوا إنتاج محلي لسوق محلي. هنا اليوم في هذا المعرض نبلور صورة عن الحسكة. ها هي الحسكة بإنتاجها بأعمالها بنسيجها الجميل، كنائس عاملة وجمعيات عاملة في المجال الخيري. ها هي الأعمال التي ننتقل بها من الإغاثة الاستهلاكية إلى الإغاثة الإنتاجية التي يتم الاستفادة منها على كثير من الأصعدة، وخاصة التشغيلية لأيدي عاملة منها النساء المعيلات ومنها الشبان المعاقين ومنها الأكثر حاجة للعمل. وأيضا هاي هي المنتجات التي يمكن أن نعتمد عليها محليا، حتى ممكن أن نتواصل مع منظمات أو جمعيات أخرى لشراء هذه المواد وتوزيعها للأكثر حاجة من الفقراء أو وافدين أو نازحين بالمحافظة. غاية من هالمشروع رفض البلد بكوادر فنية للحرف اليدوية، فهي المدة قصيرة كانت، بس كان تعب المدربين وبذلوا جهد حتى يوصلوا أكبر كمية من المعلومات للمتدربين، والحمد لله يعني عندنا نسبة النجاح تقريبا 80%. تتلخص فكرة مشروعنا بتدريب المستفيدين على عديد من المهن. استهدفنا الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع اللي هن الوافدين، نساء المعيلات وبتعيل الأسر، والأسر اللي بتعيل ذوي احتياجات خاصة، وفئة الشباب طبعا. المعرض ضم عددا من الأجنحة المتنوعة، منها الخاصة بالمنتجات اليدوية والغذائية، إضافة إلى منتجات بعض الحرف الصناعية. استفدنا بهالشهرين وتعلمنا شغلات كثير ما كنا نعرفها، يعني بصراحة، يعني أنا بصراحة الليف ما كنت أعرف شلون ينصنع، مجرد أشتريها من السوق وبس، بس هون تعرفت إنه شلون ينغزل، شلون ينعمل طريقة القطبة، يعني كله. بالإضافة للصوف الآن علمتنا شغلات كثير، يعني حيل استفدنا منها. حاولنا وساهمنا مع الشباب على إنه نحن ندربهم ونعلمهم مجال التمديدات الصحية، ونحن علمناهم بعض الأمور الجيدة تفيدهم بممارستهم بالحياة. الحمد لله أسعارنا كتير كويسة ومنافسة للسوق. الهدف من إقامة المعرض هو عرض منتجات بأسعار رخيصة تهدف لخلق منافسة في الأسواق، سيما وأن عملية البيع تتم من المنتج إلى المستهلك بشكل مباشر. أريج لهون جولتنا الثقافية بتكون وصلت لنهايتها، فصلوا متابعين بقية فقراتنا لليوم.